من يومين محمود كان في صيدلية المجد بيستشير الصيدلي في الأضرار الجانبية لدواء معين. دينا مراته وهي بتفتش وراه شافت في شنطة الصيدلية بروشور لمستحضرات تجميل جديدة عجبتها، اتصلت بالمجد على 16-3-44 وطلبت كريم الهالات السوداء، ولأن الطريق كان زحمة كان لازم دليفري مان يتصرف. الكريم كان مفعول سحر. دينا ما صدقتش، اتصورت سيلفي ونزلت الصورة على انستجرام. أصحابها كانوا مستغربين بقى دي دينا، ولما عرفوا السبب اتصلوا بالمجد على 16-3-44 وطلبوا كريم البشرة. 15 فرع بيستقبل نفس الأوردر في نفس اللحظة، ولأن الزحمة عمرها ما بتخلص رجالة الدليفري قاموا بالواجب. الكريم عمل مفعوله وكلهم خدوا نفس السيلفي. صيدليات المجد، مستشارك الأمين للصحة والجمال.